بعد انطلاق المظاهرات الحاشدة في العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى بالمنطقة الغربية التي ما زالت متواصلة ضد الفساد والظلم وتردي الأوضاع المعيشية وجلب المرتزقة، شرعت ميليشيات الصخيرات المدعومة بالمرتزقة الموالين لتركيا في إطلاق الرصاص الحي بالتزامن مع محاولة أبواق الإخوان الإرهابيين الإعلامية تضليل الرأي العام. على رأس تلك الوسائل كانت قناة الجزيرة القطرية التي لا تتوانى عن محاولة إسقاط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى في مستنقع الفوضى، فرصدها للمظاهرات كان ماكرا ومهونا مما يحدث بغرض إظهار حكومة السراج بمظهر المنقذ، وهي التي بالأساس تسببت في إضعاف البلاد وتسليمها للمحتل التركي. قناة الجزيرة الذراع الإعلامية الأكبر لجماعة الإخوان الإرهابية عملت على وصف المظاهرات في طرابلس وتصويرها على أنها أعداد ضئيلة، وصفتها بالعشرات تقليلا من تأثيرها على خلاف الحقيقة، حيث شهدت شوارع العاصمة مشاركات بالآلاف من المواطنين في التظاهرات. قناة الجزيرة القطرية وكعادتها في قلب الحقائق ورصد ما تراه يخدم مصالحها ولا يضر بتوجهاتها ذهبت لأبعد من ذلك، حيث تجاهلت تماما من قريب أو من بعيد الإشارة لقيام الميليشيات الإجرامية والإرهابية والمرتزقة السوريين بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين باستخدام الرصاص الحي لتفريقهم وتكميم أفواههم، مما تسبب في وقوع إصابات بمختلف الدرجات بين المواطنين، كما غضت النظر عن اعتقال ما يقارب عن 60 شخصا من المتظاهرين ضمن محاولات القمع. كما عمدت القناة القطرية على اتخاذ خط إعلامي متوازي مع كلمة السراج بغرض التسويق له، فضلا عن التسويق لفتح باشا آغا وزير داخلية الصخيرات، ولما لا وهما يخدمان توجها واحدا يصب في مصلحة تعزيز أركان الغزو التركي. الجزيرة الإخوانية تجاهلت عن عمد وسؤينية ذكر كافة الشعارات التي رفعها آلاف المتظاهرين خلال التظاهرات الحاشدة ضد السراج وحشيته، حيث لم تلتفت إلى الشعارات التي طالبت السراج بالرحيل أو تلك التي تعالت مطالبة بإسقاط النظام ورحيله عن سدة الحكم، والتي لم تأتي على البلاد سوى بالخراب والدمار والتفكيك وترسيخ مبادئ الجهوية والدعاية للغاز التركي. أبو بكر العقيلي لقناة ليبيا الحدث.